مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم المحلل التقني جزاف ظهري. رح أقوم بتغطية مباشرة لبعض الأزواج والعمليات الرئيسية الموجودة عندي على منصة التداول. بشكل عام تعودتوا على هذه التغطية الصباحية اللي بنفسر فيها السيناريوهات المفترضة على الأسواق المالية ونشوف أبرز التحركات وأبرز الأخبار والبيانات اللي ممكن تصدر عنا بشكل يومي. ومثل ما تعودتوا بشكل روتيني بنمر على الأجندة الاقتصادية طبعا، اللي هي بتساعدنا على إذا بدكم معرفة البيانات اللي ممكن تصدر عنا وإذا عنا نهار تداول مهم جدا بالنسبة للأخبار. طبعا كمحللين تقنيين نحن بشكل عام يعني بنقوم بتحاليل تقنية مبنية على الرسوم البيانية وبناخذ منها إشارات بيع وشراء، ولكن طبعا من بهمنا أن نمر على الأجندة الاقتصادية، لأنه إذا عندنا أخبار مهمة وبنعرف أن الفولاتيليتي ممكن تكون مرتفعة عنا والتقلبات عالية جدا، هذا الشيء ممكن يأثر على مراكزنا اللي داخلين فيها، وطبعا الخطورة بتزيد عندي. بالنسبة للمخاطر اللي ممكن تواجهوها في أسواق الفوركس بشكل عام، بتكون تعرفوا أنه تداول العقود مقابل الفروقات أو السي اف ديز بشكل عام، وسوق الفوركس أو الأسواق المالية طبعا فيها مخاطر مرتفعة، بما أنه الخسائر والأرباح طبعا بتتأثر وإذا بدكم بتكون تأثيرها فوري أو مباشر على رأس مالكم اللي عم تتداولوا فيه. بشكل عام لازم يكون عندكم الخبرة والرغبة في المخاطرة كرمال تقدروا تتحملوا الخسائر اللي ممكن تتجاوز رأس مالكم. بدي ابتدي بالرسوم البيانيه واشوف ابرز التحركات. عم نشوف اليوم ضعف للعملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي. مثل ما بتعرفوا انه الدولار الامريكي هو محرك السوق او الانجن، خليني اقول بشكل عام. عندي مستويات منتظره لاسعار العملات الرئيسيه، مثل عم نتكلم على اليورو دولار 115.07 هو مستوى منتظر باستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت. نتوقع مثل ما بتلاحظوا هون انه بعض الارقام اللي كان هدي عليها السوق، خليني اقول كانت ارقام منتظره، يعني اذا بتلاحظوا مستوى ال 61% بتلاحظوا انه ارتد منا السوق هون بشمعه خضراء، واذا بدكم كانت خط كان خط دعم عند مستوى ال 120.56. رجعنا هون واجهنا شويه صعوبه لاخترقنا مستوى ال 261%، وعند اختراقه رجعنا ارتدينا بشمعه خضراء لامتحنا هذا الخط اللي هو اصبح خط مقاومه. فبهذه الحاله هلا الخط عند 115.07، وإذا تم اختراقه عند مستويات تقريبا 423% اللي هو فيبوناتشي، وأنا برأيي ممكن يكون آخر خلينا نقول هدف لانخفاض زوج اليورو دولار قبل موجة تصحية ضخمة ممكن تجي عليه. فبهذه الحالة طبعا هون بكون أنا عم بدخل ب خلينا نقول سيناريو صاعد، ولكن على المدى الطويل بكون عندي يعني إذا بدكم أهداف معينة. ممكن يكون هون عم نبتدي بموجة تصحية بويف ضخمة جدا اللي هي ممكن تاخذنا إلى مستويات أعلى على المدى الطويل، ونرجع نزور مستويات ال 129 و 130، ولكن طبعا لازم ناخذ إشارة منها ولازم ندخل. طبعا ما لازم نلقط فولينج نايف، يعني ممنوع نلقط سكين عم ينخفض أو سكين واقع. فبهذه الحالة طبعا انخفاض الأسواق أو اليورو دولار بهذا الشكل الضخم، ممنوع أنا أدخل بمركز شراء وأمشي بعكس الاتجاه أو الاتجاه المضاد للاتجاه العام، خلينا نقول من وراء استراتيجية بسيطة أو من وراء إشارة صغيرة حصلت عليها. لازم تحصل على إشارة ضخمة، لازم ناخذ شمعة على الرسم بين اليومي أو الأسبوعي، أو إشارة فيبوناتشي وإشي موكي وبعض المؤشرات اللي بندمجها سوا كرمال نجرب إنه ناخذ نقطة دخول مميزة وتكون جولدن تريد. بهذه الحالة وقبل بداية التحليل بدي أقول لكم إنه ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديوهات التعليمية اللي عم نقوم فيها بشكل يومي، وأيضا للمنشور اللي هو بدل على مسابقة شهر رمضان الكريم اللي هي طبعا عم نقدمها بشركة تكمل، وعم نقدم فيها جوائز عديدة من 200 دولار ل 25 دولار للمركز الخامس. بالنسبة للمدونة طبعا بتمر عليها بشكل يومي كرمال تشوفوا أبرز التحاليل والرسوم البيانية اللي عم نعملها أبلود وعم ننزلها على هذه المدونة اللي ممكن تساعدكم. بالنسبة لي بدي مر هلا على زوج الاسترليني الدولاري اللي هو ايضا عم نشوف اذا بدكم انخفاض دموي، وبهيدي الحالة بنكون كنا يعني انتهينا موجة تصحية واضحة بنفق ميل على ارتفاع. كنا قلنا سابقا بجلسات سابقة انه ممكن هذا النفق على الميل على ارتفاع هو مجرد موجة تصحية، خليني اقول لا بير فلاج واضح جدا. فبهيدي الحالة ممكن انه نكفي اتجاه الهابط على المدى الطويل، ولكن طبعا بهذا السيناريو اللي عم بتكلم عليه البير فلاج ممكن نرجع نستهدف مستويات الباريتي على استرليني دولار، وانا برايي هذا الشيء منه وارد بالنسبة للاسترليني دولار نرجع نزور مستويات الواحد، لانه هي تقريبا بتاريخها منا زي هذه المستويات. فبهذه الحاله اتوقع انه هذه الموجه تكون موجه اندفاعيه، وهلا موجه تصحيه عن جديد كويف بي، نرجع نزور مستوى ال 123 ما بيمنع،
ونرجع ننخفض منها. هل عم بتكلم على رسم بيانة ويكلي أو أسبوعي؟ يعني عم بتكلم على المدى الطويل، ولكن بالنسبة للمدى القصير طبعا ممكن يكون عندي هون خطوط دعم عن قريب ونرتد منها إلى الأعلى، لأنه نحن أصبح عندي فولينج واج وأصبح عندي نقاط دعم مهمة جدا قرب هذه المستويات، اللي هي ممكن هلأ تقريبا تخدني عن مستويات 132-13 خليني أقول، فبنكون انتهينا من هذا الفولينج واج وهذا النفق الميل على انخفاض، دخلنا فيها اللي هي كانت افقيه ايضا، نزلنا بموجه الخامسه اللي هي 1 2 3 4 5. هلا عم ننهي الموجه الخامسه، خليني اقول اذا بدكم بشكل عام هون كان عندي موجه رقم 4 اللي هي دخلنا فيها، وهون نزلنا ويف 1 2 3 4 وهلا منخفضين ال 5 اللي هي لازم نستهدف فيها مستويات ال 132 على السوا او 132-13. بهذه الحالة ممكن نشهد ثلاث موجات تصحيح وارتفاع لنرجع نستهدف فيها مستوى 136-50 أو 137 أقله كرمال لنكفي سيناريو آخر على الاسترليني دولار. فبهذه الحالة طبعا ممكن يكون عندي سيناريو إيجابي هل على المدى القصير لاسترليني دولار، ونرجع نزور مستويات خليني أقول بالضبط مستويات 132-14 ممكن نجرب ندخل فيها بمراكز شراء. بينما بالنسبة للأمور الثانية مثل الدولار ين، كنا شفنا ضعف من مستويات الويف 4 أو موجة رقم 4، كنت تكلمت عليها سابقا على أنه موجة رقم 4 ممنوع تلتف مع موجة رقم 1، فبهيدي الحالة كان عندي خليني أقول امتحان لموجة رقم 1 اللي هي خليني أقول بشكل عام كانت overlapping wave تسمى بموجات إليوت، يعني هي موجة رقم 1 wave 2 wave 3 wave 4 نتوقع انخفاض وتكملة موجة رقم 5 لنستهدف مستويات 104 وممكن 103 على المدى الطويل. فبهذه الحالة طبعا الأرقام اللي عم تشوفها أمامنا، وطبعا بالنسبة لإل خليني أقول السيناريات المفترضة اللي عم نقوم فيها عم نشوف عم نتوقع ضعف للدولار الأمريكي على المدى الوسط للمدى القصير، فبهذه الحالة ممكن نشهد خليني نقول شوية انخفاض لزوج الدولارين على المدى القصير لنستهدف مستوى 104 عن جديد. وبينما أنا بدي أخذ أيضا تحليل المعادن والسلع بتلاحظوا أنه في عندي عن جديد ضعف لأسعار الفضة قرب مستويات خط المقاومة اللي هي خليني أقول ما عم بيقدر سعر الفضة يتم اختراقه. طبعا بدي خبرية أو تدعم يعني طبعا هذا الارتفاع اللي ممكن خليني أقول بشكل أو آخر تعطيني يعني سبارك مثل ما بقوله لتخلي الرسم البيانة أو أسعار الفضة تخترق خط المقاومة أو خط الدعم. بشكل عام طبعا عندي أصبح يعني خليني أقول هلأ بآخر موجة ارتفعنا فيها ممكن تكون موجة أو إشارة إيجابية، بما أنه نحن ارتفعنا بخمس موجات واضحين باستعمال فيبوناتشي من آخر قاع لآخر قمة. عم بعطيكم خليني أقول التحاليل بشكل دقيق كيف أنا بفتح الرسوم البيانية أمامي وبقوم بتحليلهم وبرسم خليني أقول الارتفاعات والانخفاضات وبخدها بعين الاعتبار. هلأ بشاهد الشكل من آخر قاع سجلناه على أسعار الفضة عندي موجة رقم 1 2 3 4 5، فبهيدي الحالة ممكن هون نكون عم نشتغل leading diagonal wave 1 big wave 1. هل عم نخفض بموجة ABC طبعا اللي ممكن تخدمنا لمستويات 76.4% ونرجع نرتفع بموجة رقم 3 الضخمة، فهون بتكون ويف 2 ومنرتفع بويف 3. فأنا عندي سيناريو إيجابي على المعادن والسلع اللي هي طبعا أسعار الذهب المعدن الأصفر النفيس وأيضا الفضة، عندي سيناريوهات إيجابية عليها لأول مرة تقريبا من خليني نقول من عدة أشهر لورا، من شهرين أو ثلاثة من وراء هذه المرحلة الأفقية اللي دخلنا فيها. بالنسبة لألي مستويات 76.4% هي منتظرة كرمال نرجع ندخل بمراكز شراء، بتسائب على مستويات 16.33 وهي طبعا بتساعدني أو 16.31 بتساعدني على الدخول بمراكز شراء لنرجع نرتفع ونخترق خط المقاومة على المدى الطويل. ما بدنا ننسى أن الرسم بيان الفضة مسجل inverse head and shoulders بشكل عام، خليني أقول inverse head and shoulders هي positive signal اللي هي إشارة إيجابية على أنه لما يتم اختراق النكلاين اللي هو موجود عندي على هذا الخط، طبعا لما يتم اختراقه هون إذا في حال اخترقناه عندي ارتفاع ضخم لأسعار الفضة اللي ممكن تخدمنا لمستويات 21 وأيضا 25 على المدى الطويل. بالنسبة لأسعار الذهب أيضا ممكن نكون هون ارتفعنا او انخفضنا بثلاث موجات ABC، كنا انتهينا الموجة التصحيحية عند هذه المستويات، سجلنا نمط احتوائي عفوا شمعة مطر اي اللي هي ايضا نمط ايجابي لاسعار الذهب، وممكن تخدنا
كأول مرحلة على 1320. فبهيدي الحالة أتوقع هذه الموجة الارتدادية هون هي موجة إيجابية، ولازم نرجع ننبش على إشارة شراء. فبالنسبة لي بعدني داخل بمراكز شراء على أسعار الذهب، وقف الخسارة تحت مستويات ال 1280 اللي هو آخر قاع سجله سعر الذهب، لنرجع نستهدف مستوى ال 1320 على المدى القصير. بالنسبة لل طبعا يوتيوب، ما بدكم تنسوا، عم ذكركم بعدة أمور ممكن تكونوا عم تنسوها بالنسبه لشركه تكمل والامور اللي بتقدم لكم اياه. بالنسبه لليوتيوب، تعملوا سيرش لتكمل او نعمل سيرش لهون للتغطيات اليوميه، خلينا نقوم وبتابعونا بشكل يومي، التغطيات اليوميه او الفيديوهات التعليميه اللي عم نعملها ابلود على صفحه يوتيوب لتكمل العربيه. فبهذه الحاله طبعا ما تكون تنسوا يعني تزورونا على يوتيوب اذا في حال ما كان عندنا فيديوهات مباشره وتغطيات يوميه، او شي نهار كنتوا قفيتوا هذه التغطيات ممكن تحضروها على يوتيوب وتراجعوا باي وقت الفيديوهات اللي عم نقوم فيها بشكل يومي. بالنسبه لي طبعا انا بدي كفي على الرسوم البيانيه لحل خلينا نقول اس بي 500. بكل بساطه الامور اللي عم نتكلم عليها عم تمشي بشكل واضح. الاس بي 500 ومؤشر الامريكاني الداو جونز وايضا الداكس الالماني عم نشهد ضعف بجلسه صباح اليوم. طبعا يعني هذه المرحلة الأفقية قلت لكم ممكن تعطيني إشارة انعكاسية، ونحن على رسم بيان اليومي بالنسبة لفيبوناتشي ريتريسمنت كنا استهدفنا مستويات 76.4% اللي هي قد انتهت عندي هون وكنت زرتها أكثر من 3 مرات. فبالنسبة لي هلأ ممكن نرجع نشهد ضعف الـ S&P 500 لنرجع نستهدف مستويات 2560 على المدى الوسط للطويل. وبالنسبة لأسعار جيرمان داكس كنا شاهدنا أيضا انخفاض حاد لا هذا المؤشر الالماني، وكنت قلت لكم وصبناه على الهايز على اخر قمه سجلها الداكس الالماني، قلت لكم ان هذه مستويات ال 76.4% واغلقت تحت على رسم بيان اليومي. وبهيدي الحاله كنا قلنا انه هذه هي القمه الاخيره للجيرمان داكس وممكن نبتدي باتجاه هابط عن جديد. هلا نحن بموجه رقم 3 للجيرمان داكس وممكن نحن نكفي اتجاه هابط. ما حدا يجرب يفكر بشراء المؤشر الالماني وايضا مؤشر الاس بي 500، وبهيدي الحاله ممكن نشهد ضعف اكثر على المدى الوسط للطويل ونستهدف مستوى 38.23%، يعني عند 12100 اقله، لنرجع ننبش على 3 موجات تصحيحيه ونكفي اتجاه الهابط على المدى الطويل طبعا. فبالنسبه لي اتوقع بعد ضعف لهذا المؤشر الجيرمان داكس ممكن نرجع نزور مستويات 9000 و8000 على المدى الطويل. بالنسبه لتاريخ الجيرمان داكس ممكن يكون سجلنا ويف اي انتهيت عن مستوى 11000، ويف بي او ويف 2، وهلا عندي ويف 3 او ويف سي اللي هي ممكن تخدنا لمستويات اوطى ايضا. فبهذه الحاله ما بدنا ننسى خلينا نقول الكاعان على المدى الطويل اللي هي ايضا ممكن نستهدف فيها مستوى 10500 للجيرمان داكس. بالنسبه لاسعار النفط واضحه جدا وجيده جدا 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 انه عندي على رسم بيانه الاسبوعي نمط احتوائي اللي هو عطيني اشاره سلبيه. اول موجه ارتداد لاسعار النفط عن مستويات ال 67 او 68 راح ادخل بمراكز بيع لنستهدف فيها كمرحله اولى مستوى ال 61.90 وثاني مرحله ال 59 دولار لاسعار النفط. هذا النمط الاحتوائي اللي عطيني اشاره سلبيه على اسعار النفط لازم انطر ارتداد انا على رسم بيانه اليوم او الاربع ساعات لمستويات خلينا نقول 68 50، وبرجع بكفي اتجاه هابط عن جديد لان نسجل مستويات اوطى. ما بدكم تنسوا رسم بيان الاسبوعي سجلنا نمط احتواء اللي هو نمط سلبي جدا 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 لاسعار النفط، وهذا باكد لي على انه ممكن نرجع نزور مستويات ال 59 دولار اقله على سعر برميل النفط، واذا تم اختراقه طبعا نرجع نزور مستويات ال 55 وايضا ال 45 دولار لاسعار او لسعر برميل النفط. بالنسبه لاسعار البيتكوين ممكن ترجع تعطيني اذا بدكم خليني اقول نمط سلبي، ولكن اخر امل لها هي مستويات 88% او 88.2% في بوناتشي اللي هي بتسيب عن مستويات 6800. عم بكون في عندي فولاتيليتي على البيتكوين، فكرنا انه مستويات 76.4% هي مستويات الدعم خلينا نقول المنتظره كانت، ولكن تم اختراقها. فبهيدي الحاله طبعا الخط الدعم الاخر اللي هو عم ننبش عليه هو مستويات 6854، وبنرجع بننبش على مركز شراء لنزور ويف سي اللي هي ممكن نستهدف فيها مستوى 11700 على المدى الوسط. هيدا بالنسبه لاسعار العمله الرقميه المشفره. مرينا على بعض العملات الرئيسيه، على المؤشرات الالمانيه والامريكيه، مرينا على النفط، مرينا على البيتكوين،
فما بقي لي شيء انا ارجع مر عليه، غير اذا عندكم اي شيء حابين انه انا مر على الرسوم البينيه لإله ممكن ترسلوا لي هون على فيسبوك لنتواصل سوا بشكل يومي، اذا في حال نحن عم نطلع لايف وعم عم بفسر التغطيه المباشره، اذا بتعملوا لي كومنت هون على رسم بينه ممكن حابين انه انا اشرح لكم اياه ونعمل تحاليل ونقوم بسيناريوهات مفترضه سويا، بليز اكتبوا لي على الكومنت، فبهذه الحاله طبعا ممكن انه نحلل الرسم البينه اللي طلبتوه. او غير هيك انا ما عندي اي شيء، بدي انبهكم انه اليوم ما عندي اخبار مهمه، اليوم 29/5/2018 عندي كان الاي سي بي ميرج سبيتش اللي هي طبعا على اليورو، بدكم تعرفوا انه عندي الار بي زد اللي هي طبعا فوائد على نيوزيلندا دولار، ممكن نشهد شويه تقلبات على نيوزيلندا دولار، وغير هيك ما عندي اي شيء اخر بالنسبه لليوم 29/5/2018. بكره نهار 30 نهار مهم للريتيل سيلز وايضا للاي دي بي امبلويمنت تشينج اللي هي خلينا نقول ب 30، يعني غدا جلسه غد راح يكون في عندي اخبار مهمه وبيانات مهمه ممكن تاثر طبعا. استاذ محمود طلب تحليل الاسترالي دولار، الاسترالي دولار رح نمر هلا على رسم البياني كرمال نشوف شو عندي تحليل بالنسبه لهذا الرسم البياني. بالنسبه لرسم بيان الاسترالي دولار خليني بلش على المدى الطويل، اولا لقلكم انه كان عندي خط دعم مهم جدا على الاسترالي دولار اللي هو كان عمره من 3 نوفمبر 2015، يعني عمره 3 سنوات، فبهذا الشكل طبعا لما تم اختراق هذا الخط الدعم اعطاني اشاره سلبيه على انه ممكن احنا نكفي اتجاه هابط على المدى الطويل، وانا مثل ما بنعرف لما يكون عندي خطوط دعم وعمرها 3 سنوات يعني خطوط مهمه جدا، فانا برايي لازم هلا فريق الثيران يرجع يدعم الاسترالي دولار لنرجع نرتفع بالاسعار، لنرجع نزور خلينا نقول خط الدعم، لخط الدعم يصبح مقاومه. استاذ محمود لما يكون عندي خط دعم انا والسعر عم يرتد منه عند اختراقه لازم يرجع يرتد السعر لإله يمتحنه ليرجع يكف اتجاه الهابط، فبهيدي الحاله خط الدعم بيصبح خط مقاومه، فبهيدي الحاله لازم نحن نرجع نرتفع باسعار الاسترالي دولار لنستهدف مستويات تقريبا 0.77 او 0.7705 قبل ما نرجع نفكر بسيناريو هابط على المدى الطويل. هلا اذا بدي ارجع ادخل انا ب على المدى القصير لاسعار الاسترالي دولار واشوف خلينا نقول اذا ممكن نشتري من هون او لا، يعني بغض النظر على انه ممكن نشهد ارتفاع لهذا الزوج على المدى القصير للمدى الوسط لمستويات 0.77، اتوقع هلا بالنسبه لي هون اول موجه تصحيحيه اللي هي ويف اي قد انتهت عندي اللي هي هون 3 موجات A B C، هيدي ويف بيج A، هلا اتوقع A B C اللي هي ممكن يكون عندها بيج B قبل ما نرجع نكفي اتجاه بيج سي لنزور مستويات 0.77، فهلا ممكن تتوقع بعد ضعف الاسترليني دول للاسترالي دولار باستعمال فيبوناتشي كحد اقصى خلينا نقول، يعني ممكن طبعا نرتفع من هذه المستويات ما في شيء بيمنع، ولكن ويف بي عاده تنخفض لمستويات 61% او مستويات 76.4%، هذه المستويات المنتظره لا شراء الاسترالي دولار اوكي الى الاعلى الى مستويات 0.77 اللي هي بتسائب عن مستويات خلينا نقول 0.74 85، يعني انخفاض 50 بيب من هون، او 0.74 58، هذه المستويات المنتظره اذا في حال بدي افكر بشراء الاسترالي دولار فكر من هذه المستويات طبعا انه ادخل ب 0.77 يكون هدف لنا، وطبعا ممكن انه نرتفع من هذه المستويات هون اوكي اللي هي عم نتداول فيها، ولكن انا برايي انه انا اذا بدي ادخل بمركز شراء وبحبذ انه اخذ نقطه دخول مميزه بنتظر انخفاض بعد اكثر لمستويات ال 61 او 76.4 قبل ما افكر بمراكز شراء على المدى الطويل. هيدا بالنسبه للاسترالي دولار، وبالنسبه لاستاذ محمود كنت جاوبتك على الاسترالي دولار، اذا اي حدا عنده بعد خليني اقول رسم بياني اخر حابب انه انا احلله ونقوم بتحليل على الرسوم البيانيه ونشوف السيناريوهات المفترضه له طبعا يعمل لي كومنت ايضا على الفيديو اللي عم نقوم فيه هلا طبعا لايف. انا بالنسبه لي كنت مريت على معظم الرسوم البيانيه بالنسبه للعملات الرئيسيه، بالنسبه للمعادن والسلع مريت على المؤشرات الامريكيه والجيرمان داكس، مرينا على اسعار النفط وايضا على اسعار البيتكوين اللي هي عمله رقميه المشفره. كنت انتهت عندي الجلسه اليوم، بدي اذكركم ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديوهات التعليميه وايضا للمنشور الموجود عنا على خليني اقول صفحه تكمل العربيه على فيسبوك، تعملوا لها لايك وشير وكومنت تكمل اندرسكور رمضان 1، وبهذه الحاله تدخلوا به
خلينا نقول المسابقة اللي هي عم نقدمها بشركة تكمل، اللي هي طبعا تابعة لشهر رمضان المبارك، بتربحوا جوائز معنا من $200 ل $25. ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديوهات، ما تنسوا ايضا المدونة ويوتيوب اللي بتدخلوا عليها، والفيديوهات المسجلة بشكل يومي على صفحة يوتيوب لتكمل العربية. وبهيدي الحالة بكون انتهيت انا بهيدي الجلسة، كان معكم المحلل التقني جزاف ظهري من شركة تكمل، بشوفكم جلسة لاحقة، إلى اللقاء.